السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج اللغة الإنجليزية مادة الاستماع والمناقشة. في هذه المادة سوف نتعرف على بعض النصوص الشعرية وبعض النصوص النثرية التي تفيد في عملية الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك سوف نتعرف على بعض القواعد النحوية الأساسية الهامة أيضا في الصياغة الصحيحة للغة العربية. النصوص التي سوف ندرسها معا نصوص من الشعر، من شعر الإمام علي بن أبي طالب، نصوص بسيطة سهلة، لغتها ليست صعبة، وإنما تحتاج منك أن تتعرف على أنواع النصوص المختلفة التي ربما تقابلها في الترجمة فتستفيد من تلك الصياغات. بالإضافة إلى نص شعر الإمام علي بن أبي طالب سوف تتعرف على الصياغة الشعرية لنصوص من المدرسة الإحيائية. سوف نأخذ مثالا شعر أحمد شوقي، ومن النصوص الرومانسية سوف نأخذ أيضا مثالا شعر صالح جودت. بالإضافة إلى النصوص الشعرية سوف نأخذ أيضا بعضا من النصوص النثرية. سوف نتعرف على الخطبة وأنواع الخطب ولغة الخطابة المميزة. ربما يقابلك نصا خطبة تحتاج إلى ترجمته، فيكون مناسبا لك أن تتعرف على الخطبة وأهم السمات اللغوية لها. بالإضافة إلى نص الخطبة سوف نأخذ أيضا مثالا لمسرحية، نص مسرحي، مسرحية توفيق الحكيم الشيطان في خطر، وهي مسرحية من فصل واحد. سوف نتعرف على أهم سمات المسرح من خلالها. بالإضافة إلى ذلك سوف نتناول أيضا نصا لسهير القلماوي ونص أيضا لعبد القادر المزني. تعالوا معا اليوم نبدأ بالنص الأول أو المحاضرة الأولى بالتعرف على الخطبة وتعريف الخطبة وأنواع الخطبة من خلال نص صغير من خطبة قس ابن ساعدة التي سوف نأخذها معا الآن. أرجو منك بعد انتهاء هذه المحاضرة أن تستطيع أن تتعرف على بعض الأشياء الهامة وأن تكون ملما بها. من أهم هذه الأشياء التعريف بموضوع الخطبة ومفهوم الخطبة، التعريف بأنواع الخطب والتعرف على سمات الخطبة، والسمات التي يجب توافرها في الخطيب، بالإضافة إلى القدرة على أن تشرح الخطبة شرحا لغويا سليما، وأن تبين الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية. بالنسبة إلى بعض القواعد النحوية التي سوف ندرسها معا من خلال الخطبة سوف نتعرف على قواعد أساسية. سوف يظهر لك أسلوب أين أو الأداة أين، ولكن بمفهومين مختلفين، قد تستخدم بمعنى الاستفهام وقد تستخدم بمعنى الشرط. ما الفرق بينهما؟ سوف نتعرف على ذلك اليوم. بالإضافة إلى إعراب التمييز وإعراب فعل الأمر، نبدأ أولا بالحديث عن نشأة فن الخطابة. الخطابة نوع أدبي نثري قديم عرف منذ العصر الجاهلي، فهو من أقدم فنون القول العربية وأطولها حياة وألصقها اتصالا بالجنس العربي من الأجناس التي ضمتها الخلافة الإسلامية. ظهرت الخطابة وازدهرت في عصر مبكر وعني بها العرب ووضعوا لها شروطا وتقاليد. يبقى إذن الخطابة فن شفاهي وليست فنا كتابيا، ومعنى ذلك أننا سوف نلحظ أهم سمات الشفاهية في هذا الفن. لكن تعالوا معا الآن نتعرف على الصفات التي يجب توافرها في الخطيب. لقد وضع العرب صفات وسمات هامة يجب أن تتوافر في شخصية الخطيب حتى يصبح خطيبا ناجحا في خطبته
وفي نصه الذي يعده إلى المتلقي. العرب أحبوا في الخطيب أن يكون من صفاته جهارة الصوت وحسن مخارج الحروف وكثرة الريق، وفي إلقائه أن يكون واضح النطق، حلو الإيقاع، حاضر البديهة، ثابت الجنان، صائد الإشارة. واعتادوا أن يقف الخطيب على مرتفع من الأرض أو راحلة له، وعابوا فيه ما يدل على الاضطراب أو التردد أو التنحنح أو الارتعاش أو التعثر في الكلام ومسه لذقنه أو شاربه أو لحيته. على ذلك فإننا نجد أن هناك صفات محمودة يجب أن يتحلى بها الخطيب، وهناك صفات مذمومة يجب أن يبتعد عنها ابتعادا تاما وألا تكون فيه. من أوائل من تحدثوا عن الخطابة الجاحظ، وذكر الجاحظ أن من عادة الخطباء أنهم يتخذون العصي، العصي جمع كلمة عصا، وكانوا يتخذونها دليلا على التأهب والاستعداد للخطبة، والتأهب أيضا والتهيؤ أنه سوف يطيل في خطبته، وذلك شيء خاص في خطباء العرب ومقصور عليهم ومنسوب لهم. وإلى عهد قريب كان خطباء الجمعة في مصر يمسكون بالعصي أو بسيوف من الخشب، كذلك أيضا اعتادوا على لبس العمائم والجبب، والجبب جمع جبة، وهي الثوب الواسع الذي يلبس فوق الثياب أو القمصان. فقد كانوا يحبون في الخطيب أيضا أن يكون حسن السمت، مظهره يدل على الحسن. هذه الصفات هي أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الخطيب، سواء من حيث الشكل أو من حيث الملبس أو من حيث اللغة أو اللسان الذي ينطق به. تعالوا معا الآن نتعرف على أسلوب الخطبة. بيّن لنا الجاحظ أيضا أن هناك أسلوبين من أساليب الخطابة عند الجاهليين. الأول أنهم كانوا يستخدمون السجع أو الأسجاع عند المنافرة، المنافرة أي التهيؤ وللخروج للقتال، فكانوا عادة ما يستخدمون الأسلوب المسجوع، وكانوا أيضا يستخدمون السجع في المفاخرة، الخطب التي تعتمد على الفخر. أما النوع الآخر فأنهم كانوا يستعملون الكلام المنثور في الخطب الصلح، الكلام المنثور المرسل، أي أنه غير مقيد بالسجع، لذلك يسمونه بالمنثور المرسل وليس المقيد بالسجع. هذا النوع كانوا يستخدمونه في خطب الصلح بين الناس وعند المعاقدات والمعاهدات بينهم، ولكن هذا لا يوهم أنهم كانوا يستخدمون هذين النوعين في ذلك النوعين من الخطب فقط دون خلط بينهما، فلا تظن أنهم في خطابتهم المرسلة لم يكونوا يسجعون دائما، فقد كانوا يعمدون إلى ما يثير السامعين من كلام بليغ حتى يؤثروا فيهم ويبلغوا ما يريدون من استمالته، ودائما يعنون ببهاء اللفظ وقوته ونصاعته كما يعنون بوضوح الحجة التي يقدمونها. ويمكن الاطمئنان التام إلى التزامهم بالتنغيم الصوتي الآتي من قصر العبارات والجناس والاعتماد على اللفظ الغريب وصياغة العبارات المبهمة التي توحي ولا تصرح، وتتحلى بها الخطب بالفقرات القصيرة التي تنتهي بالسجع غالبا. وكانوا أيضا يلجؤون إلى الشعر، يرددون منه بعض الأبيات، وأحيانا يعتمدون على
المجاز. إذن اللغة التي نراها مستخدمة في الخطبة هي السجع، والسجع يحقق جرسا موسيقيا متناغما بالإضافة إلى العناصر الموسيقية الأخرى مثل الجناس أو التوازي التركيبي، وضوح اللفظ أيضا من السمات المهمة، الاعتماد على الجمل القصيرة من أهم سمات الخطابة، وذلك لأنها فن شفهي، فن من فنون القول، فلذلك يجب أن تكون الجمل قصيرة حتى تظل معلقة في ذهن المستمع، وحتى أيضا تظل يحسن تذكرها بالنسبة له، ولا ينسى أول الجملة حتى يصل إلى آخرها. هذا الأسلوب السجع الذي يوجد به جناس ويوجد به حسن صياغة لاختيار الجمل القصيرة، هذا الأسلوب يؤدي إلى استمالة المتلقي. عندما يستمع المتلقي إلى كلام منثور ولكن به تنغيم صوتي ما، فهذا التنغيم الصوتي يعمد إلى استمالة المتلقي. بالإضافة إلى عملية الاستمالة، فإن الخطابة أيضا تحظى بمجموعة من الحجج التي تقنع المتلقي أو جمهور المستمعين بما يقوله الخطيب، وبالتالي فعملية الإقناع بتتوقف على عاملين اثنين. العامل الأول هو الإقناع العقلي بالحجج المنطقية والمنطق اللغوي الذي يقدمه الخطيب في نص الخطبة. أما العنصر الثاني من عناصر الإقناع هو عملية الاستمالة الوجدانية أو الاستمالة العاطفية لجمهور المتلقي. ننتقل الآن إلى أنواع الخطب. عرف عرب الجاهلية الخطب الاجتماعية والسياسية والدينية، فقد عرفوا من الخطابة الاجتماعية على سبيل المثال خطب الإصلاح والإرشاد والوصايا، ومن الخطب السياسية نعد ما قيل في الاستنفار للقتال وما يروى على ألسنة الوفود إلى الحكام أنها تعد من نوع الخطابة السياسية. يبقى إذن عندنا ثلاثة أنواع رئيسية من الخطب، هي الخطب الاجتماعية والخطب السياسية والخطب الدينية. فن الخطابة فن نشأ منذ العصر الجاهلي ثم استمر إلى العصر الحديث الذي نحن نعيشه الآن، وبالطبع فإن لابد أن يكون هناك بعض السمات الأسلوبية المتغيرة من نشأة هذا الفن إلى الآن، خاصة كما قلنا أن الخطابة نشأت منذ العصر الجاهلي، ثم بعد العصر الجاهلي كما تعلمون جاء العصر الإسلامي ثم العصر الأموي ثم العصر العباسي ثم العصر الحديث. هل حدث تغير في لغة الخطبة من العصر الجاهلي إلى العصر الإسلامي؟ هذا السؤال سوف نجيب عليه الآن. الخطب الجاهلية والفرق بينها وبين الخطب الإسلامية. من الملاحظ في الخطب الجاهلية أنها كانت أقصر من الخطب الإسلامية عادة، هذا من حيث طول الخطبة، بمعنى أن الخطب الجاهلية كانت خطبا قصيرة، وعندما جاء الإسلام تغيرت الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية في المجتمع العربي. هذا التغير هيأ كل الظروف لأن تتقدم الخطابة تقدما كبيرا، وأبرزت هذه المدة أشهر خطيبين في تاريخ العرب. الخطيب الأول هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أما الخطيب الثاني فقد كان ابن عمه علي بن أبي طالب الذي ينسب إليه كتاب كامل من الخطب، هذا الكتاب اسمه نهج البلاغة. أنتم تعلمون أن
الوفود كانت ترد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تدخل في الإسلام، فكانت الخطابة أحد الوسائل التي يقنع بها الخطيب هؤلاء الوفود. المجتمع الإسلامي أدى إلى تغيير في الحياة الاجتماعية، الحياة الدينية، الحياة السياسية، وانعكست كل هذه التغيرات المجتمعية بصفة عامة على الأدب أيضا. لذلك فنجد في أسلوب الخطبة بعد الإسلام نجد الطابع الإسلامي جليا وواضحا في محاكاة القرآن الكريم. القرآن الكريم يعد النص القدوة المعجز في لغته، والتي يحاول الكل أن يحاكيها وأن يقتدي بها نموذجا للصياغة اللغوية الرفيعة. فلذلك نجد الطابع الإسلامي جليا في محاكاة القرآن في الصياغة والمعاني والصور، وأحيانا أيضا الاقتباس من القرآن الكريم بأخذ بعض آيات من القرآن الكريم كما هي باللفظ والمعنى ووضعها وضمها إلى الخطبة، أو أننا نجد أحيانا الاقتباس في المعنى أو الاقتباس في التركيب، وهذه أشكال كثيرة نجدها للاقتباس من القرآن الكريم. وأصبح هذا التقليد وهو الاقتباس من القرآن الكريم أحد التقاليد الأساسية التي يجب أن تتحلى بها الخطبة في العصر الإسلامي. فيجب أن تستهل الخطبة بحمد الله وتمجيده، وإذا خلت الخطبة من هذا الحمد والتمجيد فإنها تسمى الخطبة البتراء. يبقى إذن تسمية الخطبة البتراء عندما تخلو الخطبة من حمد الله وتمجيده، هذا المقطع الأول الذي يجب أن تبدأ به الخطبة. يجب أيضا أن توشح أو تزين الخطبة بآيات من القرآن الكريم، وتزين أيضا بالصلاة على الرسول أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا خلت الخطبة من آيات التوشيح، من الآيات التي تتزين بها أو تتوشح بها من القرآن الكريم، ومن أن تتزين بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عندئذ وضع لها العرب اسما وهي أنها خطبة شوهاء. فإذن الشوهاء هي التي تخلو من التزين بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو التزين بآيات القرآن الكريم. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تقرن الخطبة بحمد الله عز وجل والشهادة في خطب الجمعة بصفة خاصة، وإذا خلت الخطبة من ذلك أيضا فإنها تسمى جزماء. الجزم من القطع، أنه لا يوجد بها هذا المقطع. كذلك أيضا اعتاد الخطباء أن يختموا خطبهم بمثل ما ابتدأوا به من التحميد والدعاء. يبقى البداية الحمد لله سبحانه وتعالى، والدعاء من أهم صفات البداية في الخطبة، ويجب أيضا أن تكون في الختام. لذلك كان أبي بكر الصديق رضي الله عنه في آخر خطب الجمعة يقول: اللهم اجعل خير زماني آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم لقائك. الآن سوف نقرأ معا النص الخطبة التي سوف نتعرف عليها، وهي من خطبة قص بن ساعدة الإيادي. هذا المقطع من الخطبة يقول فيه الخطيب: أيها الناس، اسمعوا وعوا، إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر،
وبحار تزخر. إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا. يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ أين الفراعنة الشداد؟ ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول آجالا؟ طحنهم الدهر بكلكله ومزقهم بتطاوله. إلى هنا ينتهي هذا المقطع من الخطبة التي سوف نتعرف عليها بالتحليل الآن، لكن أرجو منكم أن نعيد قراءتها مرة أخرى معا. أيها الناس اسمعوا وعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر وبحار تزخر. إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا. يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ أين الفراعنة الشداد؟ ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول آجالا؟ طحنهم الدهر بكلكله ومزقهم بتطاوله. بعد أن قرأنا معا هذه الخطبة أو هذا المقطع من الخطبة، هل هناك كلمات صعبة تجدونه؟ هل هناك كلمات صعبة تجدونها في هذه الخطبة؟ أيها الناس، خطاب إلى جميع الناس. اسمعوا فعل أمر يدل على وجوب السمع. واو، ربما تكون هذه الكلمة صعبة بالنسبة إليك، ربما تسمعها لأول مرة، لكن الفعل وعى، وعى بصيغة الماضي، المضارع منه يعي، والأمر عي، الأمر عي. فإذا أسندنا إليه ضمير واو الجماعة يصبح الفعل وعو، عو، عو مثل اسمعوا، وعو وهو فعل أمر مسند إلى ضمير واو الجماعة. كما تلاحظون أن الجمل صغيرة أو أنها جمل قصيرة تتميز بالسجع، وهو ما تحدثنا عنه في الكلام عن سمات اللغوية للخطبة. إنه من عاش مات، كل إنسان يعيش على وجه الأرض فإنه سوف يلقى حتفه، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. أنتم تلاحظون السجع بين الكلمات مات فات آت آت. السجع هو تكرار الحرف الأخير من الكلمات التي تنتهي بها الجمل أو العبارات. ليل داجن، أنت إذا لم تستطيع أن تعرف كلمة داجن فإنك من خلال السياق يمكن أن تستنتج هذا المعنى. داجن بمعنى شديد الإظلام أو شديد السواد، فالليل الصفة المصاحبة له هي الإظلام أو السواد. ونهار ساجن، ساجن من الفعل سجى، أي أنه يذهب ويجي، فبعد الليل يأتي النهار وبعد النهار يأتي الليل. وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر بمعنى تتلألأ، وبحار تزخر. إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبر، العبر جمع كلمة عبرة، والعبرة هي الموعظة. ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، المقصود بالفعل ذهب هنا هو الفناء والموت، ف
فالخطيب هنا يلاحظ أن الناس تذهب أي تنتهي وتموت وتفنى أعمارهم ولا يرجعون مرة أخرى إلى الحياة الدنيا. وهذا الأسلوب أسلوب استفهام، وأنتم تلاحظون علامة الترقيم المناسبة هي علامة الاستفهام. أرادوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا؟ والخطيب يتساءل أيضا لماذا؟ لماذا علينا أن نتفكر في الحكمة من الموت؟ هل الإنسان يرضى أن يموت وينعم بهذا الموت وأنه يحب الموت، وبالتالي فإنه يرقد في ميتته دون أن يعود مرة أخرى إلى الحياة؟ هذا بالطبع استفهام ليس على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل المجاز. ثم بعد ذلك ينادي الشاعر الخطيب، ينادي الخطيب يا معشر إياد، يا معشر إياد. يا أنتم تعرفون أنها أسلوب نداء، حرف نداء، وكلمة معشر بمعنى الجماعة من الناس أو القبيلة. هذه الكلمة مفرد معشر والجمع معاشر. يتساءل الشاعر الخطيب يا معشر إياد أين الآباء والأجداد؟ أين الآباء والأجداد؟ هو يتحدث عن الناس تموت جميعا، يمتد بفترة زمنية طويلة، ليس فقط الأبناء وإنما الآباء وأيضا الأجداد. أين هم؟ أين الفراعنة الشداد؟ أين أيضا من تكبر وطغى وكان شديدا وقويا في قومه؟ ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول أجالا؟ يعني الإنسان الذي يمتلك مالا كثيرا أو ربما طال عمره طولا كبيرا، أين هو الآن؟ الجميع يفنوا، الجميع يموتون. لذلك هو يستفهم ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول أجالا. كلمة أجال بمعنى أعمار، والمفرد أجل، الأجل بمعنى العمر. ويختم الخطيب الخطبة بقوله طحنهم الدهر بكلكله ومزقهم بتطاوله، طحنهم الدهر بكلكله ومزقهم بتطاوله. ربما تكون هذه الجملة هي الجملة الوحيدة الصعبة في تلك الخطبة، الظهر كلكل، ربما هذه الكلمة صعبة. الكلكل هو الصدر. ومزقهم بتطوله، تطوله بمعنى طوله، طول الفترة الزمنية أو طول الظهر. لكن السؤال، هل الظهر يطحن الإنسان بصدره؟ وهل الظهر له صدر أيضا؟ هذا الكلام إذا خرج من الحقيقة إلى المجاز فإننا نطلق عليه أنه مجاز وليس على سبيل الحقيقة. وهذا هذه الاستعارة ليست كلاما حقيقيا وإنما هي على سبيل المجاز أو على سبيل التشبيه، أن الظهر له صدر وأنه يستطيع أن يطحن، على ما تقدمه دلالة طحنة من القسوة. بعد أن تعرفنا على نص هذه الخطبة فإننا نحاول أن نتعرف على موضوعها. ما موضوع هذه الخطبة؟ كما رأيتم قلنا إن أنواع الخطب إما أنها خطب سياسية أو خطب اجتماعية أو أنها خطب دينية. هذا النوع من أنواع الخطب التي رأيناه هو ينتمي إلى الخطب الوعظية، تنتمي إلى نوع يسمى بالخطبة الوعظية. هذه الخطبة الوعظية يوجه فيها قص بن ساعدة الإيادي خطابه للناس، لجميع الناس، وينصحهم بالاعتبار والموعظة، وأن يعملوا عقولهم، وأن يستمعوا إلى حديثه، وأن يفهموا ويعوا ما يقوله لهم،
وعى يعي، كما قلنا الفعل وعى يعي بمعنى أن يفهم وأن يتدبر ما يقال له. لماذا؟ يقدم لنا السبب والعلة المنطقية التي قلنا عليها أنها من سبيل الإقناع العقلي أو الحجج المنطقية. يقول لأن الدنيا لا محالة زائلة فانية، الدنيا فانية زائلة لن يبقى فيها أحد، وأن الذين يموتون لا يرجعون إلى الدنيا مرة أخرى. لذلك هو كان يتساءل عن الآباء والأجداد والفراعنة الشداد، قد كانوا أطول أعمارا وكانوا أيضا أكثر مالا، ولكن هذا لم يغنهم شيئا، فقد ماتوا وانقضت حياتهم ولم يعد لهم أثر في هذه الدنيا. يبقى إذن موضوع هذه الخطبة هو الخطبة الوعظية. ننتقل الآن إلى التعرف على اللغة المستخدمة. يحاول الخطيب في هذه الخطبة أن يؤكد على فكرة العمل الصالح وعدم إعطاء أهمية قصوى للدنيا، لأن الدنيا ما هي إلا معبر يمر عليه الإنسان إلى الآخرة، وأن عمر الإنسان مهما طال فإنه منقض لا محالة. الدنيا زائلة وأن عمر الإنسان منقض لا محالة. لذلك بيستخدم الخطيب كما قلنا الجمل القصيرة نسبيا. تلك الجمل القصيرة نسبيا تسهم في تقديم المعنى بصورة أساسية، ويكون المعنى فيها معنى مركزا. وفي ذات الوقت لم يخطر الجمل الطويلة، وتلك كما قلنا سمة أسلوبية مهمة من السمات اللغوية المستخدمة في بناء الخطب. لماذا؟ لأنها تتفق مع الطابع الشفهي. فكما قلنا إن الخطيب يقف في مكان مرتفع حتى يشاهده الجميع، يرتكز على عصي أو على ناقته، يقف على ناقته في مكان بارز حتى يراه الجميع، ويتأهب لأن يقول الخطبة لا أن يكتب الخطبة. هناك فرق بين الخطبة المنطوقة والخطبة المكتوبة. الأساس في الخطبة أنها فن شفاهي، فن من فنون القول، تلقى على جمهور المستمعين. حتى وإن أعدها الخطيب وقد كانت مكتوبة، إلا أنه عند إلقائها يجب أن تكون شفوية. لذلك بما أنها فن من فنون القول، إذن تعتمد على الخصائص الصوتية التي تسهل عملية الإلقاء والحفظ وإعادة التذكر مرة أخرى. الخصائص الصوتية التي تحدثنا عنها مثل الجناس، مثل السجع، التوازي التركيبي، التكرار، الجمل القصيرة، كل هذه الخصائص الصوتية تجعل هناك موسيقى مميزة للكلام، وتسهل عملية إلقاء الخطيب، وتسهل أيضا عملية الحفظ له أو للمستمعين، وتسهل أيضا عملية إعادة التذكر مرة أخرى بعدما تنتهي الخطبة ونص الخطبة، فإن الجمهور يتذكر منها الكثير، وهذا التذكر لا يعود إلى موضوع الخطبة فقط، وإنما يعود أيضا إلى اللغة التي كتبت بها الخطبة. بالإضافة إلى ذلك، الخطيب يستعين بالأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية في الخطبة. الأسلوب الخبري هو الأسلوب التقريري، والأساليب الإنشائية التي تخرج عن الأساليب الخبرية إلى الأمر أو النهي أو الاستفهام أو النداء. وكما لاحظنا في بداية الخطبة، أسلوب النداء في مفتتح الخطبة موجها إلى جميع الناس، أيها الناس، عندما قال أيها الناس اسمعوا وعوا، فأيها أسلوب نداء وهو موجه إلى الناس جميعا وليس مقتصرا على فئة معينة أو صنف معين من البشر، أو ليس مقتصرا على طبقة دون غيرها. يستخدم الخطيب حرف التنبيه في أسلوب النداء أيو أيو، حرف التنبيه أيها،
وأنتم كما تعلمون أن الهاء حرف يفيد التنبيه، فهو يدعو جميع الناس إلى توجيه أنظارهم ولفت انتباههم إلى ما يقول. هذا النداء يا أيها الناس أو أيها الناس يليه أمر مباشر بالاستماع من خلال الفعل اسمعوا، ويليه أمر آخر بضرورة الوعي والتفكير وإعمال العقل فيما سوف يعرضه عليهم في هذه الخطبة من خلال الفعل وعوا. يبقى إذن تلا أسلوب النداء فعل فعلان يدلان على الأمر، الأول اسمعوا والثاني وعوا. الفعل الأول يقتصر على دلالة الاستماع فقط، الفعل الثاني يتعدى منطقة الاستماع إلى منطقة أو ضرورة الوعي والتفكير والتدبر وأعمال العقل فيما سوف يطرحه عليهم من كلمات. ثم بعد ذلك يخصص الحديث ويخصص خطابه لأهله وعشيرته في قوله يا معشر إياد، يا معشر إياد، يا حرف النداء والمعشر المنادى وإياد مضاف إليه، مؤكدا على فكرته الأساسية من خلال استخدام أسلوب التوكيد إن حرف يفيد التوكيد، وقد عمد الخطيب إلى تكراره في أكثر من جملة في نص الخطبة كما ترون عندما يقول إنه من عاش مات، وإن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا. يبقى إذن الخطيب يكرر أسلوب التوكيد إن، أو يكرر حرف التوكيد إن الذي يريد به التأكيد على المعاني التي يذكرها في الخطبة. بالإضافة إلى تلك السمات اللغوية نجد الخطيب يزاوج بين أسلوب التوكيد وأسلوب الاستفهام الذي كرره في أكثر من موضع بقوله ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أسلوب استفهام. أرادوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا، مرة أخرى أرادوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا، وأيضا أسلوب استفهام. يا معشر إياد، أسلوب نداء، أين الآباء والأجداد، أين الآباء والأجداد، أسلوب استفهام. أين الفراعنة الشداد، أين الفراعنة الشداد، أسلوب استفهام. ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطول آجالا. ثم إننا نجد أن الخطيب يخرج بالاستفهام من المعنى الحقيقي إلى دلالة الإنكار، فالناس تذهب أو تموت ولكنها لا تعود مرة أخرى، ولكن هذا الذهاب ليس عن رغبة ورضا منهم. ولذلك يضاعف هذه الدلالة وهي دلالة الإنكار باستخدام التضاد بين الكلمات. انظر معي الكلمات يذهبون ويرجعون، العلاقة الدلالية بين الكلمتين هي علاقة التضاد. أيضا الفعلين أقاموا وناموا، ناموا هنا بمعنى ماتوا، فالفعلين أيضا العلاقة بينهما هي علاقة التضاد. الآباء والأجداد أيضا علاقة التضاد، الآباء الجيل الحالي والأجداد الجيل المنقضي أو السالف. فعلاقات التضاد بين الكلمات بتجعل العلاقة بين الجملتين هي علاقة المقابلة بين معنى الحياة ومعنى الموت. من السمات الأساسية الأخرى التي تعتمد عليها الخطبة أيضا بوصفها فنا من فنون القول وجود ظاهرة التوازي التركيبي، توازي بين التركيب وهو ما يسمى بالتوازي التركيبي، يحدث جرسا موسيقيا مميزا فيتشكل إيقاع صوتي يميز لغة النثر
الإيقاع الصوتي الذي تحدثنا عنه، وهو يميز لغة النثر ويجعل الكلام فيه موسيقى أو فيه لحن مميز، وهذا يؤدي إلى استمالة المتلقي. على نحو ما نجد في التراكيب المتوازية الآتية: اسمعوا واو، اسمعوا واو، توازي: من عاش مات، ومن مات فات، من عاش مات، من مات فات. هذا أيضا توازي تركيبي. من اسم موصول بمعنى الذي، عاش فعل ماض، مات فعل ماض. التركيب الآخر: من اسم موصول بمعنى الذي، مات، مات فعل ماض، فات فعل ماض أيضا. فالتوازي هنا بين الجملتين يحدث جرسا موسيقيا. تركيب آخر عندما قال: ليل داجن ونهار ساجن. ليل داجن، داجن صفة لكلمة ليل، يبقى إذن هذا التركيب عبارة عن صفة وموصوف. التركيب الآخر: نهار ساجن، نهار ساجن، هو تركيب أيضا يتكون من الصفة والموصوف. تركيب آخر: نجوم تزهر وبحار تزخر، نجوم تزهر وبحار تزخر. هنا أنتم تلاحظون البدء بالاسم ثم الفعل. نجوم جملة اسمية تتكون من مبتدأ، وتزهر جملة فعلية هي الخبر. بحار تزخر أيضا تتكون من الاسم بحار والإخبار عنها بالجملة الفعلية تزخر. يبقى هنا هذا التركيب يحدث توازيا. تركيب آخر: إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا. هذا التركيب مكون من أداة التوكيد إن، ثم حرف الجر في، ثم الاسم المجرور السماء، ثم اسم إن مؤخر خبرا. نلاحظ تكرار هذا التركيب أو البنية التركيبية في الجملة التالية: إن في الأرض لعبرا. إن حرف توكيد، ثم حرف الجر في، ثم الاسم المجرور الأرض، ثم اسم إن مؤخر لعبرا. تركيب آخر: يذهبون ويرجعون، توازي بين التركيبين. وتركيب آخر، مثال آخر: أرادوا بالمقام فأقاموا، تركوا هناك فناموا. أيضا توازي تركيبي بين الجملتين. مثال آخر: أين الآباء؟ أين الفراعنة؟ أين الآباء جملة اسمية مصدرة بأداة الاستفهام أين، وأنتم تعلمون أن أسماء الاستفهام لها الصدارة وأنها خبر مقدم، زي ما سوف نؤكد عليه بعد ذلك عندما نتناول القواعد النحوية. أين الآباء جملة اسمية مكونة من المبتدأ الآباء وأين اسم استفهام خبر مقدم. وكذلك أيضا التركيب الآخر: أين الفراعنة؟ الفراعنة أيضا مبتدأ مؤخر وأين اسم استفهام مقدم. يبقى الجملتان جملتان اسميتان بينهما توازي تركيبي. من الأمثلة الأخرى على التوازي التركيبي: أكثر مالا أطول آجالا، أكثر مالا وأطول آجالا بينهما توازي تركيبي. والجملة الفعلية: طحنهم بكلكله ومزقهم بتطاوله. طحن فعل ماض، الفعل ده من مستتر تقديره هو، والضمير هم مفعول به. بكلكله مكونة من الباء حرف ضر، كلكل وكما قلنا هي بمعنى صدر، اسم مجرور والضمير المتصل به. هذا التركيب يتكون من فعل الماضي ثم المفعول به ثم حرف الجر والاسم المجرور ثم الضمير المضاف إليه. الجملة الأخرى المتوازية تركيبيا في نفس البنية معها: مزقهم بتطاوله. إذا حللنا هذه الجملة فسنجد أنها تتكون من الفعل مزق وهو فعل ماض، والضمير هم مفعول به،
وبتطوله مكونة من هذه اللفظة، مكونة من حرف الجر الباء ثم الاسم المجرور ثم الضمير. يبقى إذن كل هذه الأمثلة بتدل على وجود التوازي التركيبي في لغة الخطبة، وأن التوازي التركيبي يحدث جرسا موسيقيا مميزا ويشكل إيقاعا صوتيا للغة النثر. وهذا الإيقاع الصوتي يساعد على عملية التذكر ويساعد على عملية الحفظ لنص الخطبة. كذلك أيضا نرى أن قس بن ساعدة الإيادي قد حاول تقديم فكرته الأساسية بأكثر من طريقة، مستخدما مرة تعدد الأساليب ومرة أخرى يستخدم الجمل القصيرة المباشرة التي تؤدي إلى توصيل المعنى الأساسي، ويعتمد على إنشاء شبكة من العلاقات الدلالية بين الكلمات، العلاقات الدلالية الكلمات المترادفة أحيانا والكلمات المتقابلة أو المضادة أحيان أخرى، ثم يختم خطبته بهذا المقطع الذي يرسم فيه صورة جمالية للمستمع من خلال تجسيم المعنى. الصور الجمالية بتؤدي إلى عملية التجسيم، إظهار المعنى، أنها بتوضحه بصورة جميلة. المقصود بالصور الجمالية نحن عندنا ثلاثة أساليب، هناك التشبيه وهناك الاستعارة وهناك الكناية وهناك المجاز أيضا. فالتشبيه والاستعارة والكناية هي مما يطلق عليه علم البيان أو الصور الجمالية، أو المصطلح العام لهم هو المجاز. كما قلنا عندما يقول الخطيب طحنهم الظهر بكلكله ومزقهم بتطاوله، فإن الظهر لا يطحن ولا يمزق وليس له كلكل أو ليس له صدر، وإنما استعار الخطيب كل هذه الأوصاف حتى يقوي المعنى، والمعنى الذي يقويه هنا هو معنى فناء الإنسان. ننتقل الآن إلى بعض القواعد النحوية الضرورية التي يجب أن نتعرف عليها. من هذه القواعد النحوية الفرق بين أين الاستفهامية وأين الشرطية. أين اسم استفهام يدل على المكان الذي حل به الشخص أو الشيء، وهو ظرف مكان مبني على الفتح، في قوله أين الآباء والأجداد، أين الفراعنة الشداد. أسماء الاستفهام لها الصدارة كما قلنا، لذلك يجب تقديم الخبر على المبتدأ في هذين المثالين. فالآباء مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، وأين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. أما أين الأخرى فهي أين الشرطية، وهي ظرف مكان يتضمن معنى الشرط ويجزم فعلين مضارعين، ويكون إعرابه اسم شرط مبني على الفتح في محل نصب. عندما نقول أين تذهب تجد رزقك، فالفعل تذهب فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفعل تجد فعل مضارع، فعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. من القواعد الضرورية الهامة التي يجب أيضا أن نتعرف عليها من خلال هذا النص هو فعل الأمر وبناؤه. أنت تعلم أن فعل الأمر دائما مبني، وهو ما يطلب به حدوث شيء بعد زمن التكلم. ورد إلينا بعض الأمثلة في الخطبة، أيها الناس اسمعوا واو، اسمعوا فعل أمر، أو اسم فعل أمر. عندما أقول لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو فعل أمر. اسعى في الخير دائما، اسعى، اسعى فعل أمر. فكما رأينا أن فعل الأمر دائما فعل مبني، وهو يبنى على ما يجزم به مضارعه، فيبنى فعل الأمر على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، أو إذا اتصلت به نون النسوة مثل أيتها الفتيات حافظنا على النظافة العامة.
يبنى كذلك فعل الأمر على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، مثل اصبرن على الشدائد. أما إذا كان الفعل ينتهي بحرف علة أو معتل الآخر، فإن فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة، مثل واسي جيرانك. أما إذا كان فعل الأمر من الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإنه يبنى على حذف النون، مثل قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا فعل أمر مبني على حذف النون. في النهاية، بعد أن تعرفنا على نص الخطبة وأهم السمات اللغوية التي يجب أن تتوافر في نص الخطبة والسمات التي يجب أن تتوافر في الخطيب، هل يمكن أن نضع عنوانا لتلك الخطبة التي قرأناها معا؟ يمكنك من خلال موضوع الخطبة أن تقترح أحد العناوين التالية. يمكن أن تقول إن عنوان الخطبة العمل الصالح، يمكن أن تكون الموعظة الحسنة، يمكن أن تكون النصح والإرشاد، ولك أن تتخير موضوعا آخر من الموضوعات أو عنوانا آخر من تلك العناوين. إذا قلت لك بعض التدريبات على ما تم معرفته في هذه الوحدة أو في هذا الدرس، إذا قلت لك مثلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ووضعت لك خطا تحت كلمة شهرا، فهل تستطيع أن تعربها؟ نعم، 12 شهرا، نعم، كلمة شهر تمييز، والتمييز دائما منصوب أو في الغالب يكون منصوبا، فهي تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. يبقى إذن نستطيع أن نجمل ما سبق وأن تعرفنا عليه في هذه المحاضرة. أقول لكم إننا أذكركم أننا تعرفنا على مفهوم الخطبة والشروط التي يجب توافرها في الخطيب. تعرفنا أيضا على أنواع الخطب السياسية والدينية والاجتماعية. عرفنا معنى الصور الجمالية أو المجاز وكيف نستطيع أن نستخرجها من النص. كما تعرفنا على المحسنات البديعية من سجع وتكرار وتوازي تركيبي، وكيف كان لها دور كبير في بناء لغة الخطبة. كما عرفنا أيضا الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية التي يستخدمها الخطيب، وختمنا المحاضرة ببعض القواعد النحوية الضرورية لإقامة الجملة العربية إقامة سليمة. شكرا لكم، وألتقي بكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.